الله بارك الله فيك. انطلاقة جديدة مشاهدينا متابعينا الكرام لشوطنا الثالث والمخصص لفئة الجعدان المحليات لأصحاب السمو الشيوخ ومن يرغب من أبناء القبائل. ننطلق مع هذا الشوط، ننطلق مع المركز الأول والصدارة الأولى والبداية مع المسج المسيطر على الأمور لسمو الشيخ راشد بن سعود المعلى، عملية التضمير والمتابعة مع طارش بن راشد بن طارش المسافري، ما شاء الله يتقدم في الصدارة الأولى. المركز الثاني، المركز الثاني أتابع وهان لمانع بن علي بن محمد بن حماد الشامسي، بينما المركز الثالث، المركز الثالث يتقدم مشكور لسلطان بن سالم بن نايع بشاوي الاقبلي، والمركز الرابع ام سيان لمحمد بن سلطان بن رشيد السويدي. ما شاء الله نقلتنا الى المركز الخامس في هذه اللحظات. المركز الخامس، المركز الخامس أتابع التقدم والوصول في هذه اللحظات من قبل انطلاقة شاهين لعبد الله بن محمد بن سيف بن غرير آل اشتبي. والمركز السادس، المركز السادس أتابع ظبيان لمحمد بن سلطان بن رشيد السويدي، سابع المراكز، سابع المراكز. انتقل وأتابع هذا التقدم ما بين هذه الأسماء، الشقردي لراشد بن صغير بن قنون بن محمد بن يراده، بينما المركز الثامن يتقدم منصف في هذا الانطلاق لعلي بن سعيد الزرعي، ما شاء الله يقدم لنا منصف في هذه الانطلاقة المحتكر ليقدم هذا الحضور الرائع والمميز. بينما المركز التاسع، المركز التاسع غاز هناك الوصول والتسلل من هملول لهجن الرياسة مع المضمر سعيد بن ظفر بن محمد العامري، وعاشر المراكز شاهين لأحمد بن خليفة بن حميد بن ركاض العليلي. هكذا إذا مشاهدينا متابعينا الكرام النتيجة والمراكز الأولى المتقدمة التي تابعناها في هذا الانطلاق وتابعناها في هذا الحضور الرائع. العودة مع المركز الأول، العودة مع الصدارة الأولى والقيادة في هذا الشوط. ما شاء الله المسج من يسيطر على الأمور، المسج اللي يسيطر على المركز الأول كل السيطرة حتى هذه اللحظات. المسج لسمو الشيخ راشد بن سعود المعلى مع المضمر طارش بن راشد المسافري في هذا الحضور الممتاز وفي هذا التواجد المميز. إذا حتى هذه اللحظات مع المركز الأول ومع الانطلاق الأول في هذا الشوط، يا سلام يا سلام يا المسج على هذا السير المميز، ويا سلام يا أبو سعيد على هذه المتابعة الرائعة لهذا الشعار الرائع، لهذا الشعار الذي يقدم دائما النوعيات المميزة والنوعيات الأصيلة. نقلتنا إلى المركز الثاني، وهان يصل في هذه اللحظات، وهان المتدخل على ثاني المراكز لمانع بن علي بن محمد بن حماد الشامسي، ما شاء الله يصلنا ويتسلل إلى المركز الثاني مع هذه الانطلاقة. والمركز الثالث،
المركز الثالث يتقدم مسيان لمحمد بن سلطان بن رشيد السويدي في هذا الحضور أيضا الجميل. 3 كيلومترات انقضينا وانتهينا منها، تبقى 3 كيلومترات جديدة من الصراع المحتدم والمنافسة التي تكون ضمن هذه الشعارات القوية. ننتقل إلى المركز الرابع، ننتقل إلى المركز الرابع ونتابع هناك المركز الرابع، هناك الوصول والتسلل من قبل شاهين لمحمد أو لعبد الله بن محمد بن سيف بن عبد الله بن غرير آل شتبي. من ينطلق مع هذا الشوط مع الشعار المغرور؟ يا سلام. المركز الخامس، المركز الخامس منصف لعلي بن سعيد بن سالم الزرعي، ما شاء الله. سادس المراكز مشكور لسلطان بن سالم بن نايع بشاوي الغفلي. والمركز السابع هناك الشقردي لراشد بن الصغير بن قنون بن محمد بن يرادة الاجتبي. هذه نتيجتنا اذا مشاهدينا متابعينا الكرام من جديد، هذه المراكز الاولى المتقدمة من جديد، والمسج بدأ يباعد المسافة، المسج بدأ يباعد المسافة بالمركز الاول لسمو الشيخ راشد بن سعود المعلى على الانطلاق الاول والاندفاع الاول. كيلو وين يا طارش، كيلو وين يا طارش الباقي والمتبقي عن خط النهاية. المثل اسمه الشيخ راشد بن سعود المعلى مع المضمر طارش بن راشد المسافري في هذا الحضور الممتاز على المركز الأول وعلى الاندفاع الأول، ما شاء الله. يا سلام على هذا الاندفاع الرائع بالمركز الأول وبالصدارة الأولى، يعلن هذا الحضور الممتاز المسج 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 مع المركز الأول والانطلاق الأول. المركز الثاني يأتينا وهان لمانع بن علي بن محمد بن حماد الشامسي، ولكن المسج، ولكن المسج هنا من ينطلق بهذا الانطلاق الرائع، من يقدم هذا الاندفاع المميز. الجماهير تشجع، الجماهير تشجع يا طارش، وخلك على هذا السير، خلك على هذا المنوال. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. يا سلام يا سلام يا سلام على هذا الأداء الرائع وعلى هذا الأداء المميز بالمركز الأول وبالانطلاق الأول. افتح يا كيلو أبوابك، افتح يا كيلو أبوابك، احتراما وتحية لهذا الشعار. شوف الجماهير، شوف الجماهير، شوف الجماهير، اسمع صوت الجماهير اللي تشجع هذا الشعار، اللي تحب هذا الشعار، شعار سيدي سمو الشيخ راشد بن سعود المعلم داعم هذه الرياضة الأول، داعم هذه الرياضة الأول من خلال التسعيرات، من خلال المهرجانات، من خلال بنوك الإنتاج. المسك وسلالة المسك، المسك وسلالة المسك. سلام لولي عهد مقاوين، سلام لولي عهد مقاوين، سلام لسيدي سمو الشيخ راشد بن سعود المعلى. روح يا طارش يا الله. يا الله يا سلام، من البداية دفع للمتر الأخير، من البداية دفع للمتر الأخير. سلام المس، سلام سلام المس، سلام على هذا الفوز والانتصار بالمركز الأول. سلام مقاوين دار المعلى لليودة، ليملكون الإبل الأصلية، والله ليملكون الإبل الأصلية. تعالينا والناموس لسيدي سمو الشيخ راشد بن سعود المعلى، تهانينا والناموس للمضمر طارش بن راشد المسافري.
سلامي عليك يا مضم الرموز، سلامي عليك يا طارش، تهانينا والناموس. المركز الثاني لمانع بن علي بن محمد بن حماد الشامسي، المركز الثالث لعلي بن سعيد الزرعي، المركز الرابع لهجن الرياسة، والخامس لسالم بن عامر المدهوشي. هكذا كانت النتيجة.